من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ثم ذكر مسألة فقال: وضع الرجلين في حال القيام يكون طبيعيا، يعني لا يضمهما ولا يفتحهما، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتحهما ولا أنه كان يضمهما، وما لم يرد فيه صفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فالأصل أن يبقى على حاله بمقتضى الطبيعة. لكن الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم يلزق كعبه بكعب صاحبه، وهذا بوب له البخاري، وكذلك ذكره في الصحيح، ولكنه ذكره معلقا، ولكن هو موصول عند أبي داود وابن خزيمة عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. كان أحدهم يلزق كعبه بكعب صاحبه من أجل تسوية الصف، والكعب هو العظم الناتئ البارز في جانب الرجل، ففي كل رجل كعبان، وأما مؤخر القدم فلا يقال له كعب، إنما هو العقب. فكان أحدهم يلزق كعبه بكعب صاحبه في الصلاة من أجل تسوية الصف، لأن العمدة في الصف ليست أطراف الأصابع، بل العمدة الكعب، لأن الجسم مبني عليه، على الكعب. هذا مهم عند تسوية الصفوف، لأن بعض الناس يريد أن يسوي بأطراف الأصابع، ولا يمكن للصف أن يكون كذلك مستوي، وإنما يستوي عندما يلزق الرجل كعبه بكعب أخيه في الصلاة، وهذا إنما يكون بتسوية الأعقاب. يقول: العمدة الكعب، لأن الجسم مبني عليه، على الكعب. أما أطراف الأصابع فلا عبرة بها، لأن بعض الناس تكون رجله قصيرة، وبعض الناس تكون رجله طويلة، فإذا اعتبرنا أطراف الأصابع وكانت رجل الرجل طويلة لزم أن يتأخر، وإن كانت قصيرة لزم أن يتقدم، فلا يمكن أن تقع تسوية للصفوف. ومع ذلك فكثير من المسلمين تجد منه العناد البغيض عندما تدله على هذا الأمر الفطري، وأمر بدهي يرجع فيه الإنسان إلى فطرته، أن هذه التسوية إنما تكون بأن يلزق الرجل كعبه بكعب أخيه، أما الأصابع وأطرافها فطويلة وقصيرة، يتقدم هذا ويتأخر هذا من أجل تسوية أطراف الأصابع، فلا يستوي بذلك الصف. إذن فالعبرة بالكعب. فكان الصحابة تحقيقا لهذه التسوية يلزق أحدهم كعبه بكعب صاحبه، فإلزاق الكعب بالكعب مراد لغيره وليس مرادا لذاته، ولهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يفتح ما بين رجليه فتحا غير طبيعي. هذا ما ذكره رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالقراءة.